الانفصال الكبير فعليا في عام 2001. Cette séparation entre les deux ailes, Barbacan et Sédéroudan, ça c'était en 1980. Il y avait des associations qui ont commencé à apparaître en Allemagne, en France. Il y avait aussi des Helvawi qui faisaient ce qu'ils voulaient en Angleterre au profit des partis des frères musulmans turcs. Donc jusqu'en 1980. مما عزز فكره محاوله ايجاد قطر داخل الاتحاد الاوروبي لانهم بداوا متحصنين كفكر اسلامي سواء متشدد او معتدل بعد ضربات الحادى عشر من سبتمبر. بدات الناس كل ما هو اسلامي اسلاموفوبيا بدات كل ما هو اسلامي يتصدر. من هنا بدات فكره الضغط من خلال ان دوله كامله مش مجموعه تسيطر على دوله، لان الحلم ده بات بعيدا برغم انهم كانوا متواجدين في المانيا بشكل قوي جدا جدا وعلاقات جدا خلفيه جنسيه والجماعات التركيه بقت قويه جدا جدا في المانيا وفي فرنسا وحتى تركيا والناسيوناليتي المان كانت المشكله في ضربه 11 سبتمبر اللي سببت لهم تراجع كبير جدا في القبول لدى الدول الأوروبية ولدى الشعوب الأوروبية ولدى الشعوب في الولايات المتحدة. فبدأ في التفكير الفعلي في دولة تستوعب هذا الفكر ثم تتقدم به إلى أوروبا. في دولة في قلب أوروبا بتؤمن بهذا الفكر دولة إخوانية حقيقية. زي ما قلت لحضراتكم مؤتمر سنة 70 لحد 2001 بدأ الانفصال الحقيقي وبدأ الدخول في قصة ما يسمى بالوسطيين الإسلاميين أو الشباب المدر الإسلامي. المدرسي الإسلاميست ده بدأ في 2001 بدأ نشوف عندنا في مصر عاملين عمل الفتوح وعصام العليان شباب الجامعة اللي تم تجنيدهم برضه من قبل جماعة إخوان المسلمين في السبعينات. طبعا كان الأخ رجب طارق أبو غنم في السبعينات تم تجنيد أيضا المجموعات اللي عاملين عمل الفتوح وعصام العليان ومجموعة كبيرة جدا. بعد كده بدأوا يتقال عليهم الجيل الوسيط داخل الحركة الإسلامية المصرية وحركة المسلمين. ثم بعد ذلك كان بيتكلم عن المودرن الإسلاميست الجيل الجديد اللي بيتبنى اللي مؤمن بفكرة الديمقراطية، مؤمن بفكرة حرية المرأة، عمل المرأة، مؤمن بالتبادل السلمي بالسلطة. حتى أن اكتشفنا فيما بعد إن هذه المجموعات ما هي إلا مجموعات إخوانية حقيقية داخلية، ولكن تم تقسيم العمل فيما بينها وصف واضح بفكرة الديمقراطية وفكرة الحقوق وفكرة حرية المرأة وفكرة الفن. وبدأنا نشوف حاجات غريبة جدا لدرجة بعض الباحثين العميقين في فكر الإخوان المسلمين انخدعوا بهذه الفكرة فترة طويلة. فترة هذه المسألة لحد ما الأمريكان بدأوا يتكلموا عن إنهم ما عندهمش مانع من وصول الإسلاميين إلى السلطة في منطقة الشرق الأوسط في المنطقة العربية. تم التسليم في 2004 الكلام بقى على كوندوليزا رايس والطاقة الخلاقة والكلام على لماذا نؤيد ديكتاتوريات عربية وفي حين من الممكن تأييد بعض الإسلاميين اللي متجذرين داخل الشارع العربي، وإنه دول اللي هينتصروا وصفوهم حتى ساعتها بعض المراكز الأمريكية بالإسفنجة التي تمتص العناصر الإرهابية فلا تجعلهم ينخرطون في الظاهرة الإرهابية بشكل عام في العالم.
ظل الكلام بهذا الشكل لما شفنا أردوغان وصل إلى السلطة في 2007، المصريين في 2005 دخلوا 88 نائب في البرلمان المصري، قبول أمريكي كامل لجيل أردوغان وجيل عمنا مبتوح في مصر وجيل العدالة والتنمية في المغرب. حضراتكم لازم تماما بين حركة هذا التاريخ 70 2001 2007، تربطوا حركة هذا التاريخ بوصول العدالة والتنمية في المغرب، العدالة والتنمية في تركيا، 88 نائب في البرلمان المصري. هذه الشبكة كان لابد من عين فاحصة تربط ماذا يدور في هذا العالم، ما هذا التغير الذي يحدث، من خرجوا من هذا الجسم ليقدموا أنفسهم بشكل مختلف. باتوا قبل قوسين أو أدنى من السلطة في المغرب، حصلوا على رئاسة الحكومة، رأسوا الحكومة في تركيا، أصبحوا عدد لا يستهان به مؤثر داخل البرلمان المصري. في الأردن كانوا متحين البرلمان في الأردن، في الكويت خدوا نص البرلمان. في الكويت بدأنا نشهد هدمة ديمقراطية حقيقية في هنا في فرنسا وفي ألمانيا وفي إنجلترا، بدأوا يعملوا جمعيات وينشئوا مساجد ويجمعوا شباب ويعملوا مدارس، يقصدوا حركة المدارس والإسلامية. هتلاقوا بدأت في هذا التاريخ 2005 2007 بدأ تكثيف بناء المجمعات الكبرى والمدارس الكبرى والصرف عليها بشدة. عندما اكتسبوا محنة 2001-2004 وهي محنة الاعتداءات على المؤسسات الأمريكية الكبرى في 2001، عندما اكتسبوا هذه المحنة بدأت الأمريكان بوجهة نظر سواء خاطئة أو متعمدة تدعيم هذا التيار، ما يسمى بالتيار الجديد داخل حركة الإسلام السياسي.